هل هبوط الرحم بيمنع الحمل؟ هبوط الرحم لا يمنع حدوث الحمل. ممكن يعود السبب لتأخر الحمل مع نزول الرحم إن الحيوان المنوي يكون معرض للجفاف بسبب وجوده خارج الرحم، وينكمش ولا يستطيع مواصلة حياته داخل جسم الأنثى. في سؤال تاني، هل لو أنت حملتي وانت عندك سقوط رحم، هل نزول الرحم بيؤدي لسقوط الجنين؟ لا يوجد إثبات علمي بيربط ما بين نزول الرحم والسقوط. غالبا هو مش بيصيب الواحدة بسقوط. هل اللي عندها هبوط في الرحم بتولد ولادة طبيعية ولا كيسرية؟ بينصحها الأطباء اللي عندها نزول في الرحم ان هي تولد ولادة طبيعية، ومع تقدم الحمل يرتفع الرحم خاصة بعد الشهر الثالث أو الرابع من الحمل. لكن لو درجة هبوط الرحم ملحوظة ممكن ينصحها الطبيب بوضع الحلقة المهبلية أثناء الحمل لرفع الرحم. ولو انت عايزة تعرفي معلومات أكتر عن هبوط الرحم شوفي الفيديو اللي في أول تعليق مثبت. وتاني حاجة، مارسي تمارين كيجل لأنها مفيدة ليكي جدا أثناء الحمل وبعد الحمل، فسيبلك برضو فيديو ليها في أول تعليق مثبت. لو عجبك الفيديو اعملي له لايك واشتركي في القناة.